الحاضرين مرحبا بكم. سي هجيران سيد الأمين الجهوي وصديقي، مرحبا بك في الإقليم ديالك، وأرحب أيضا برجال ونساء الصحافة اللي كيحكموا معنا هذه المحطة. هذه المحطة جد مهمة، هذه المحطة اللي أنا أقول لها تاريخية، حيث اليوم ومن خلال التجاوب ديالي معكم ومع جميع المناضلين قبل الانتخابات وفوق الانتخابات، كنا تعهدنا باش إن شاء الله يكون واحد الحزب مبني على جوج، يعني الاهتمامات، جوج اهتمامات اللي هي جد مهمة وأساسية في العمل السياسي، اللي هما الأخلاق والكفاءات. وأنا فخور بهاد المؤتمرين والمؤتمرات اللي جالسين قبلتي واللي أداو واحد العمل، واللي مازالين كيقدموا واحد العمل اللي صراحة هذا هو اللي كيزيد أنا يشجعني باش نزيدو باش الحزب باش يشق في هاد الطريق، هادي الطريق ديال الأخلاق والطريق ديال الكفاءات. أنا يعني عندنا جوج أهداف، يعني كمواطنين كمغاربة هنا في إقليم ديال مكناس، الهدف الأول هو النضوج ضد شراء الأصوات. وحنا كنلاحظوا بأن ما بين الأحزاب اللي كانت عندهم واحد الجرأة في المقاربة ديال الانتخابات، يعني هاد الناس كلهم اللي قبلتي ينوضوا واحد يقول بأن ودي راه تعطات له شي قدر مالي باش يمشي يشري شي صوت في شي بلاصة. وحنا فخورين كحزب في الأغلبية وكثاني حزب على الصعيد الوطني باش نكون وصلنا لهاد المرتبة هذه بلا من يعني نتعاملوا بواحد الكيفية اللي اليوم وصلت حتى لجلالة الملك نصر الله، فان قال لنا حنا المغربة بأنه هو ما بقاش عنده الثقة في الأحزاب السياسية. وهذا هو الهدف ديالنا النبي، هو المصالحة ديال المواطنين مع الشأن السياسي. وهذه المصالحة ديال المواطنين مع الشأن السياسي هو اللي غيجعل باش غدا غيكون تراجع ديال شراء الأصوات، وغيكون تراجع ديال العزوف السياسي. وأنا أمالي في السن ديالي هي نوصلوا لواحد المحطة ديال الانتخابات فنشوفوا الشعب المغربي ككل الأفراد ديالو في السن ديال التصويت ينوضوا ويصوتوا. علاش؟ حيت كانت واحد إعادة الثقة في الشأن السياسي. وهذا ما بغينا نعملوه حنا كساكنة ديال إقليم مكناس، وهذا الشيء اللي بغينا حنا نديروه كسياسيين في إقليم هذا مكناس. حيث هذه المرحلة، علاش أنا عيطت لها مرحلة تاريخية؟ حيث حنا ما بغيناش نديروا التنظيم لأجل التنظيم. كانوا أحزاب منهم الحزب ديالنا يعني كيوصلوا لبعض المحطات وكيديروا تنظيمات لأجل تنظيمات. يعني كنصيفطوا للأمين الجهوي كنقول له ودي عندنا منظمة النساء، وعندنا منظمة ديال الشباب، وعندنا أمناء محليين، وعندنا وعندنا وعندنا. هذه ترى ما عندنا والو، ما عندنا حتى حاجة. عندنا الوراق كنعمروهم كنصيفطوهم وكنديروا شبه، يعني واحد النموذج اللي ملي كنوصلوا لواحد المحطة الانتخابية كنوليو مفروض علينا باش نجيبوا بعض الأسلوب اللي هي غير قانونية باش نحضروا ونلقاو هذا وجوده في المناخ السياسي. بغيت أنا كبرلماني وكمغربي ولد هذا الوطن وولد هذا الإقليم وولد هذه المدينة هذه، نحاولوا ما أمكن نقدموا واحد العرض سياسي، حيت عندنا باوتنا وموضنا وعندنا وليداتنا، وبغينا يعني نديو
واحد شويه ديال 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 الاجر في الممارسات السياسيه، ونحاولوا ما امكن باش غدا نخرجوا امام الساكنه ديال الاقليم بوجهنا حمر، ونقولوا بان الطرح راه دينا واحد الرساله. عرفوا بان كنفوتوا واحد المرحله بحال يعني واحد الغربال، فاللي كيبان حقيقه اللي عنده واحد المقدوريه واللي عنده يعني واحد التجاوب مع الساكنه وعنده الثقه ديال الساكنه، ولا ناس اللي متطفلين على السياسه، ولا يعني ناس اللي عندهم اهداف اخرى. بغيت نقول لكم اليوم بان الناس كلها اللي جالسه في هذا المؤتمر لعبات دور مهم في الانتخابات هذه السابقه، وعندها كامل الثقه ديال الطاقم المسير ديال الحزب ديال اقليم مكناس، وانتوما وبكم انتوما باش هذا التنظيم غيكون حقيقي، وبكم انتوما غنديروا واحد التنظيم اللي هو مثالي، وما سيناش واحد العام باش نبداو في العمل. الحمد لله. اولا لاحظتوا بان على الصعيد الوطني كان واحد الميثاق ديال الاحزاب ديال الاغلبيه، وبعد الاستشاره ديال المستشارين ديال جماعه مكناس، حنا قلنا ما ندخلوش مع هذه الاغلبيه. علاش ما ندخلوش مع هذه الاغلبيه؟ حيت ما عندناش الثقه فيها اولا، وثانيا عارفين بان هذا المجلس البلدي ولا مكتب ديال المجلس البلدي ديال مدينه مكناس راه غيدخل الحيط في المدى البعيد ولا القصير، وهذا الشيء اللي راه كنلاحظوه اليوم. الوقت اعطتنا الحق باش نبقاو حنا في المعارضه، ها؟ لا في رايي صح، باش بقينا في هذا في المعارضه رغم بعض الضغوطات ديال الحزب اللي تيقول لا خصكم تكونوا انتوما بحال النموذج على الصعيد الوطني. قلنا لهم حنا واخا نبقاو بوحدنا يعني كهذا ما غنمشيوش نشاركوا في هذا المجلس، والحمد لله راه مكناس دابا عندهم الامكانيات باش يفرقوا في داخل المجلس شكون اللي كفاءات ومعقول مخلق، وشكون اللي غنطفل على المناصب. ولهذا في هذه المناسبه كنشكر ونحيي الطاقم ديال المستشارين اللي كيعمل وكيعمل بجديه، وزعل بان واخا خمسه المستشارين بحال اللي قال الاستاذ حجيره، الحمد لله الشخصيه والناس كيتصنتوا لكلامنا وكيتصنتوا وكيهنيونا على العمل اللي كيقدموا هذا الفريق في داخل الجامعه. ايضا بالنسبه للعالم القروي، الحمد لله هذا بعد السيمانات كنا نظمنا يعني هذا ورسمنا امناء محليين، منهم اسمحوا لي لا نسيت شي واحد، منهم الرئيس المدني ديال شرقاوه، منهم السيد بخلو ديال عين الجمعه وعين كرما، منهم السيد سويح ديال الواد الجديده، ما بغيتش نطول عليكم. وهادو ناس اللي عندهم الثقه الكامله ديالي انا، وعارفهم بان كيقدموا واحد العمل اللي هو جد مهم. فات لي انا مشيت عند السيد المدني ثلاثه ولا اربعه المرات في الجماعه ديالو، بدينا واحد العمل مع الاخوان الاخرين حتى هما، ومن المنبر ديالي كبرلماني ما غتشوفونيش في البرلمان، ماشي من داك الناس اللي كيتسنى التلفازه ولا هذا باش ينوض ويدير اسئله لاجل اسئله. حنا خدامين في اللجان وخدامين في اتصالات مباشره مع وزراء اللي في الحكومه، مع الكتاب العامين، مع مدير هذا الديوان، وغيجيو برامج ان شاء الله اللي غتجيبهم الحزب الاصل المعاصره الاقليم ديال مكناس، وبرامج اللي هي جد مهمه، وهنا خدامين يعني الحمد لله بواحد الطريقه عصريه، ولكن واحد الطريقه يعني اللي كنمشيو مباشره لخدمه هذا المواطن والساكن. والوقت ان شاء الله غيبين يعني الحجم ديال العمل اللي كيقدموا هذا الفريق، وهذا الفريق اللي في بضع اشهر قليله ولات عنده واحد التمثيليه حقيقيه في الاقليم،
في الجهة هذا وفي الإقليم، واللي يعني كيخلينا إن شاء الله واحد الأمل في المحطة المقبلة، باش يعني يكون أول حزب، هذا هو الطموح ديالنا، أول حزب. ونكلم نقول لكم بأننا باستثناء يعني بعض الإخوان اللي كنتعاملوا معهم في أحزاب أخرى، يعني العرض السياسي في إقليم مكناس عرض اللي هو جد 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 ضعيف. الإقليم أولا كاين احتياجات اللي هي جد مهمة، اللي راجعة للممارسات ديال هذا الولايات السابقة. ثانيا كنشوفوا مقارنة مع أقاليم أخرى، يعني خدينا واحد الروتار اللي هو جد مهم. إلى رجعنا لعشرين عام من قبل، يعني في عام 2000، وقارنا مكناس مع أكادير ومراكش ويمكن مدن أخرى كطنجة، غنلقاو بأن ودي كانت واحد المعادلة، يعني ما كانش واحد الفرق اللي هو جد مهم. 20 عام من بعد يمكننا نقولوا بأن ودي تأخرنا بزاف. وهذا الشيء خصنا نهضروا عليه بكل شفافية، يعني علاش ما هذا تأخرنا؟ غنقولوا بأن ودي منفرضوا طنجة إلا فهموا بأن عندهم واحد الدور على الصعيد الدولي وعلى الصعيد ديال التجارة الدولية، وداروا مناطق صناعية وداروا هذا. أكادير فهمات بأن عندها هي مؤهلات بالنسبة للسياحة، مراكش بالنسبة لهذه، فاس ولا الرباط، حنا بقينا كنقلبوا على راسنا ومازال ما لقيناش طريقنا. الطريق ديالنا الإخوان طريق يعني وحدة، ما كاينش 10 ديال الطرق. خصنا نبنيو القوة ديال الإقليم على الفلاحة. ما كنستنيش أنا القطاعات الأخرى، ولكن كمنطقة اللي باغية واحد التخصص، خص ولا بد الفلاحة تكون هي يعني هذا في الصادرة الاهتمامات ديال 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 المكناس. علاش؟ حيت أولا كنشوفوا بأن الصعيد الدولي يعني ما بين القطاعات اليوم اللي يمكن الواحد يراهن عليها، هو كل ما هذا يخص التغذية على الصعيد العالمي. كنشوفوا دابا اليوم الحبوب، كنشوفوا الزيوت، كنشوفوا يعني هذا الخضار، اللحوم الحمراء ولا اللحوم هذا البيضاء. وعندنا حنا بحال اللي قال السي حجره قبيله طاقات باش يعني نشقوا الطريق ديال هذا، ونكونوا حنا هما العاصمه ديال الفلاحه في مدينه مكناس. ولكن العاصمه ديال الفلاحه هذا راه خص ولو بدنا نضلوا لاجل الفلاحه ديالنا. الفلاحه كنشوفوا هو الفرق اللي كاين ما بين في مكناس في المنطقه والاقليم، الفرق اللي كاين ما بين واحد العام اللي كيجيب الله التيسير وعام اللي كيكون فيه الجفاف. وكنشوفوا بان ودي راه ملي كتكون الشتاء ويعني كلشي كيستافد، ملي كيقطع الشعر، ملي كيسير الصباط، ملي كيبيع الحوايج، كلشي كيستافد. هذا سيدي ربي كيعيطنا، والعكس ايضا صحيح. ملي كنشوفوا هاد البرامج ديال الدوله كنشوف بان عطينا واحد الاولويه للقطاعات كلها، قطاع واحد اللي نسيناه هو القطاع ديال الحبوب. القطاع ديال الحبوب ما يمكنلوش يبقى مستثني. ما بغيتش ندخل يعني في التفاصيل، حيت هذه محطه اللي راجعه للتنظيم، ما راجعه شيء للسياسه العامه ولا النقاش على الصعيد الاقتصادي ولا على الصعيد الاجتماعي. محطه فين كنت باغي ناخذ الكلمه لاجل التواصل ما بيناتنا، ونقول لكم بان كبرلماني راني راهن الاشاره لاي واحد فيكم. الا كان واحد الغرض اللي كيهم السكينه ولا اللي كيهم شي برنامج عمل بالنسبه لهذا المنطقه، الباب مفتوح والهاتف هذا مفتوح. واليوم جيت يعني وانا فخور بهاد الاجتماع، وباغي باش نزيد ندردشوا ونهضروا ما بيناتنا ونسمع الاراء ديالكم. ولكن مادام هاد المحطه محطه تنظيميه، نرجع للناس ديال التنظيم، نعاون نعطيهم باش يزيدوا يسيروا هذا. وهنيئا ليا بكم.